سؤال غريب جاي كده من واحدة اسمها جيهان، بتقول انت صرحت ان انت مش هتشتغل مع شيرين تاني، هحصل مشاكل بينكو اثناء طريقي؟ هو انا طول الوقت يعني مع اني مقل جدا في اللقاءات الصحفيه، يعني قد يكون ما بعملش لقاءات صحفيه، لكن طول الوقت بسمع تصريحات ليا والحقيقه بتفاجئ بيها. شيرين اولا دي يعني دي حبيبتي، يعني حبيبتي بمعنى صديقه وزميله عمل، وتربطنا علاقه جميله جدا طول فتره المسلسل، واحيانا من فتره الى اخرى نتواصل مع بعض بتطمن وكده، فما فيش اي نوع من الكلام، بالعكس احنا اشتغلنا شغل جميل جدا، كانت ايام لطيفة وحلوة، ما حصلش بينا ولا ولا مشكلة مشكلة. ولا ربع ولا 0.1 بالمليون مشكلة، ما حصلش.